السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكيد حضراتكم شفتوا تصريحات السيسي النهاردة مع شولتس المستشار الألماني، صح؟ شفتوا إزاي موظف، والله العظيم السيسي النهاردة كلماته عبارة عن وزير في حكومة نتنياهو، وزير في حكومة نتنياهو. قال له والله أنت لو جبتهم سينا ما هم ممكن يعملوا فيك كده تاني، ما هم من سينا هيعملوا فيك كده تاني، أنت ودهم صحراء النقب، صحراء النقب ديت كده، وأنت بقى حوالين منها وكده، ومحوطهم هم جوه ولفهم وحطهم جوه سور لغاية ما تخلص على اللي جوه القطاع خالص خالص. موظف، تصريحاته النهارده كأنه موظف، موظف لدى نتنياهو، وزير من وزراء نتنياهو بالظبط. لكن قبل ما اعرض لك جزء من تصريحات السيسي اللي بتوريك قد ايه احنا كنا غلابه، كنا بنقول عنه عميل، طلع مش عميل، طلع رجل مواطن اسرائيلي محترم، مواطن اسرائيلي رائع جدا جدا جدا. قبل ما اوريك تصريحات السيسي مع شولتس والمستشار الالماني، تعال نشوف النهارده طلاب مصر، طلاب الجامعات في مصر نزلوا بالشكل ده. البداية من جامعة المنيا كانوا بالشكل ده. كل التحية وكل التقدير وكل المحبة لطلاب مصر، بقالنا سنوات والله ما شفنا المشاهد دي، والله من سنوات طويلة ما شفنا المشاهد دي. كمان طلاب جامعة الإسكندرية نزلوا كانوا بالشكل ده. كل التحية وكل التقدير، ده اللي قلناه امبارح وده اللي طلبناه من حضراتكم امبارح وده اللي قلنا الناس تنزل. صدقوني لو عدد الناس زاد في مصر والأردن تحديدا في الدولتين دول، لو عدد الناس زاد ونزلوا الشارع ما رجعوش، صدقوني إسرائيل هتتوقف تماما عما تفعله الآن، حفاظا على على أهم كرسيين صنعتهم في تاريخ إسرائيل، كرسي السيسي وكرسي ملك الأردن. ده مهم جدا جدا، لو الناس نزلت وما ترجعش والوضع ازداد، صدقوني إسرائيل هتتراجع تماما حفاظ على أهم صناعتين عملتهم، صناعة السيسي وصناعة ملك الأردن. كمان طلاب جامعة المنصورة نزلوا كانوا بالشكل ده. كل التحية وكل التقدير ليهم. كمان الطلاب بالمناسبة نزلوا في جامعة الفيوم. ايضا ميدان الحصري من دقائق قليله كانت الناس موجوده فيه بهذا الشكل. كل المشاهد دي اللهم لك الحمد ان لازال الناس موجوده في مصر. صدقوني والله 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 بيكم المعادلة تتغير، لازم السيسي يشعر ان الكرسي مش بخير. السيسي لو شعر ان الكرسي بتاعه مش بخير، صدقوني هي دي اللحظة، هو ده التوقيت، هي دي المعادلة الفاصلة نرفع بيها اللي بيحصل عن اخواتنا وحبايبنا. السيسي وملك الاردن الاتنين لازم يشعروا ان الكرسي مش بخير. ساعتها اسرائيل وامريكا، ساعتها البنتاجون، ساعتها الاستخبارات الامريكيه والموساد الاسرائيلي هيحسبوا 100 مليون حساب. كل التحيه وكل التقدير كل المحبه، والله ما الاقي كلمه اوصف بيها الناس بالشكل ده ابدا 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 غير ان انتوا على راسنا. نرجع بقى لتصريحات عبد الفتاح السيسي، طبعا لو في طلاب او جامعات اخرى نزلوا هنتناول الفيديوهات تباعا. نرجع بقى لتصريحات عبد الفتاح السيسي اللي خرج مع المستشار الالماني عشان يقترح الاقتراح العظيم بتاعه ده. توجد صحراء النقب في اسرائيل. ممكن قوي يتم نقل الفلسطينيين حتى تنتهي اسرائيل من مهمتها المعلنه في القطاع، ثم بعد كده تبقى ترجعهم اذا شاءت. شايف انت الاقتراح؟ انا ما عنديش مشكله انك تعملوا اللي تعملوه في القطاع اصلا. ده مبدئيا بادئ ذي بدء، انا كسيسي ما عنديش مشكله تعملوا في القطاع، انا اصلا ماما مليكه
هي ونتنياهو اولاد خالات قرايب، فانا ما عنديش، انا اصلا مع خاله نتنياهو، يعني انا اصلا في نفس الصف مع خاله نتنياهو، ما عنديش مشكله. فاللي بتعملوه في قطاع غزه ده، ما عادي، ده عادي بالنسبه لي، ده انا كسيسي ده بالنسبه لي عادي جدا. بس بدل ما تجيبوهم سينا، انا عندي اقتراح تاني، بس لو جم سينا هيعملوا فيكم كده. ليه بقى؟ سينا مش هتبقى سيطره كامله، سينا في بحر احمر، سينا في جزء منها بحر متوسط، فممكن ما بقاش في سيطره كامله، فيضطروا يعملوا فيكم حاجات تانيه. فانا نصيحتي ودوهم صحراء النقب، ودوهم صحراء النقب كده، وصور كده حوالين منهم، وصحراء النقب انتم مخوطينها بالجيش من كل ناحيه، فمحدش فيهم هيعرف يعمل حاجه لغايه ما تخلصوا على اللي في القطاع. شوف انت الاقتراحات العظيمه، طب بالله عليك وانت بتتفرج وبتسمعه كده وبتشوف الاقتراح بتاعه ده، بالله عليك ايه الفرق ايه عن نتنياهو؟ ده هو اكثر وطنيه من نتنياهو لاسرائيل. توجد صحراء النقب في اسرائيل، ممكن قوي يتم نقل الفلسطينيين لحتى تنتهي اسرائيل من مهمتها. كنت في فيديوهات سابقه لما بقول للناس ان اسرائيل، ان عبد الفتاح السيسي اهم عند اسرائيل من نتنياهو، اهم عند اسرائيل من مفاعل ديمونه، كانت الناس بتقول انت بتقول ايه يا عم، انت بتقول انت ازاي تقول عن رئيس البلد؟ اقسم بذات الله، اسرائيل وصناع القرار في اسرائيل وفي امريكا والله عارفين ان السيسي اهم، وظيفته اهم لاسرائيل من وجود نتنياهو ذاته، هم عارفين كده. احنا يا جماعه ما بنقولش الكلام دوت من باب ان هو علشان خطر عمل اللي عمله في رابعه، ولا عمل اللي عمله في النهضه، ولا عمل اللي عمله في سيناء وفي طيران وصنافير، ولا عمل اللي عمله في الشريط الحدودي وخرج اهالينا من سيناء والكلام ده كله، لا، الراجل ده بجد اسرائيلي. الراجل ده ايدي كوهين في مره لما خرج وقال لك الناس هتتفاجئ ان في حكام عرب، واحد او اثنين او ثلاثه من حكام العرب اصلا هو اسرائيلي، الراجل ده صدق. وعلى فكره يا جماعه عادي جدا، عادي جدا، نائب وزير الدفاع السوري قبل 67 السوري ايلي كوهين اللي كان اسمه كمال ثابت مواليد الاسكندريه، هو اصلا وصل لرتبه نائب وزير الدفاع السوري، نائب وزير الدفاع، انت متخيل انهي رتبه؟ وفي الاخر النظام السوري اكتشف انه اصلا اسرائيلي. انت متخيل بس النجاحات الاسرائيليه العظيمه واصله لانهي مراتب في الدول العربيه؟ واصله لانهي درجه في الدول العربيه؟ لدرجه ان يخرج لك، مشيها كده ها؟ يخرج لك رئيس الجمهوريه، جمهوريه مصر، اللي هو اهم دوله منوط بيها موضوع اللي بيحصل في القطاع، يخرج لك يقترح عليهم اللي هو مبدا انك تمشوهم مفيش مشكله، انا في الموضوع ده عادي جدا، انا اصلا موافق. هو انا اصلا عملت لهم فيه في النفق واللي مش عارف ايه والكلام ده كله واللي عملته لهم والسور اللي بنيه لهم، انا عامل كل ده ليه؟ يعني انا اصلا موافق على اللي انتوا بتعملوه، ما عنديش مشكله منه خالص. اتس فاني. انا بس بدل ما تودوهم عندنا ويرجعوا يعملوا فيكم حاجه، حطوهم في صحراء النقب. صحراء النقب ديت بص صحراء من اسمها صحراء النقب، حطوهم وهناك انتوا حاطوهم بقى وضللوا عليهم كده، ولا حد يروح يمين ولا حد يروح شمال، وانتوا استمروا اللي بتعملوه في القطاع زي ما انتوا. طب يا باشا اللي بيحصل في القطاع ده مش امن قومي؟ ما عندكش كده واحده خط احمر كده تروح مديهم واحده خط احمر؟ ما فيش الكلام ده، ما عندكش الاوبشن ده، مش ضمن اللي مش ضمن الخط الاحمر اللي كان في ليبيا؟ ودي واحد خط احمر، ما عندكش الحته دي؟ طب يا راجل حط خط احمر زي شبه سد النهضه، شبه الخط الاحمر بتاع سد النهضه كده، خط احمر كانه مش موجود، بس هو موجود خط احمر خالص، موجود في الاخبار خط احمر. فاديهم خط احمر، قول لهم لا مفيش الكلام ده. فنتنياهو يخرج النهارده يرد يقول ايه؟ اسرائيل مسيطره سيطره كامله على معبر رفح ومفيش دخول مساعدات. يا جماعه معبر رفح ده ما بين الحدود المصريه وحدود اخواتنا، يعني مش ما بين حدود مصر وحدود اسرائيل، ده بين حدودنا وحدود القطاع. انا بقول لك بعتبر لك ان اسرائيل لها حدود، مشي الكلام، ها ما تعلقش في الحته دي، مشيه، ده بين حدودنا وحدود القطاع اللي هي الامم المتحده ومجلس الامن معترف ان ده دوله، ان القطاع والضفه دول دوله بيتبعوا الدوله الفلسطينيه، ما لهمش علاقه باسرائيل بحسب الامم المتحده. القطاع والضفه الغربيه ده تبع اتفاقيه اوسلو، ده تبع الدوله الفلسطينيه، اما الجزء الاخر مع الحدود ده تبع اسرائيل، ماشي مشيها كده. فانت ازاي هو يقول لك انا مسيطر على المعبر؟ فين رد الفعل بتاعك؟ مفيش رد فعل يا فندم. ده بينك، ده الامن القومي بتاعك، ده بقى بجد الامن القومي بتاعك، ازاي هو يقول لك كده؟ ازاي يجرؤ ان يقول لك كلمه زي دي؟ ازاي اصلا تسمح له ان يقول لك كده؟ مفيش حد، ولا الهوى، ولا حد اتكلم، ولا حد علق على كلمة نتنياهو خالص خالص خالص.
كله ساكت، عايز تقنعني ان جيشنا الجيش المصري المركز التاسع وجيش الاسرائيلي المركز ال14، الجيش المصري مش عارف يدخل المساعدات؟ والله بالاتفاق، والله بالاتفاق، بالاتفاق هم اصلا عايزين الموضوع ده يخلق. تعبنا بقى من كتر مش عارف القطيه والكديه يا عم، خلينا نخلص بقى مش عارف ايه مره ولا كل مره، خلينا اي نعم الموضوع شديد بس يلا خلينا بقى للاخر، قول ما تدوم صحراء النقب زي ما السيسي قال لك، قدام صحراء النقب كده ونعمل لهم خيام كده ويقعدوا هناك وخلاص. قال لا، هو انا لو ما كنتش بر باسرائيل هبقى بر بمين؟ دول دول ده اعترف على نفسه وقال لك دول سكنوا جنبي، دول سكنوا معايا، احنا اصلا كنا جيران، كنا جيران وماما مليكه اصلا واحده منهم، ماما مليكه بابا اتجوز ماما مليكه، فانا هم خوالي، هم ولا الهوى ولا الهوى. السيسي وضع الخطه العظيمه لنتنياهو ازاي بدل ما تعمل كده روح وديهم المنطقه الثانيه. طب يا ابني ده امن قومي استراتيجي بالنسبه لك؟ ولا مفيش امن قومي ولا استراتيجي؟ هو في بيني وبين اسرائيل اي امن قومي استراتيجي؟ ده احنا اخوات وحبايب، والله لا احنا اخوات وحبايب واشقاء واولاد عم احنا والاسرائيليين، ولا في اي حد. ده لسان حال السيسي، ده وضع عبد الفتاح السيسي، ده وضع عبد الفتاح السيسي في التصريح اللي عمله مع شولتس المستشار الالماني، اللي بالمناسبه المستشار الالماني كان عند نتنياهو وما قالش اي من الاقتراحات دي خالص ولا اي من... قال له كلمه واحده نتنياهو، قال له احنا معاك قلبا وقالبا، نحن معاك. مفيش واحد في الوطن العربي خرج دلوقتي يقول لك قلبا وقالبا احنا مع اخوات، لا خالص خالص، قلبا وقالبا احنا مقلوبين بس كده، والله العظيم بمعنى اللي وصل لك. سلام عليكم.